بص حضرتك يا دكتور، انا اول مره اعمل تحليل سكر تراكمي اول امبارح. تمام ماشي، فانا لقيته 6.1. تمام. هل السكر وراثي؟ لان انا والدي جاله السكر ومن على قبر. تمام. وحضرتك حضرتك كام سنه يا ماما؟ انا 56 56. تمام. كبرتي نفسك 10 سنين يا مدام ناهد. لا خلي بالك بقى، خلي بالك، كبرتي نفسك 10 سنين كده فجأة. كبرت نفسي انا 10 سنين. خلي بالك احنا ما بنحبش نكبر. لا 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 56 في، انا بقول 67. تمام. ومريضة الضغط، الضغط عندي متظبط. تمام ماشي. والكوليسترول عندي برضو متظبط، يعني انا برضو عملت التحليل الكوليسترول مع السكر التراكمي كان متظبط، الدهون والكوليسترول مظبوطين. تمام. فانا عايز اعرف هل السكر التراكمي اللي انا عملته اللي هو 6.1 دوت، انا دلوقتي كده معرضه ان انا اتعرض للسكر؟ هو حضرتك وزنك زايد شويه من ده ولا وزنك معقول؟ انا وزني ثابت على 80. تمام. وطول حضرتك كويس؟ 165. تمام تمام. طيب انا اتفضلي دلوقتي، انا عايز اعرف هل السكر فعلا هو وراثي ولا انا دلوقتي انا كده معرض ان انا يجي لي ان انا اخش في مشاكل سكر، مع ان انا عندي مشاكل في الاطراف اللي هي ايديا بتاعت الالتهابات بتاعت الاعصاب يعني وكده، وباخد فيتامين اللي هو الفيتامين اللي هو المعروف. تمام. طب انا هجاوب حضرتك حالا يا مدام ناهد. متشكره جدا يا دكتور. شكرا. متشكره جدا. شكرا. بصي يا مدام ناهد، تيبيكال المريض اللي هو بدا مبادئ سكر من النوع الثاني بس هو لسه ما ظهرش عليه، فهي دلوقتي في مرحله ما قبل السكر اللي هي تراكمي 6.1، وزن زايد حاجه بسيطه، سن بعد ال 40، هو مشهور قوي بعد ال 40 ل 45 بيبدا يظهر مرض السكر من النوع الثاني. لكن انا ما اقدرش اقول لحضرتك انك مريضه سكر عشان برضو كلامي ما يتفهمش غلط، حضرتك مش مريضة سكر ولكن في مرحلة ما قبل السكر، فلازم حضرتك تلجأ للطبيب عشان ناخد حاجة من بعض الأدوية اللي هي زي الميتفورمين اللي هي تحمينا أو تطول لنا في عمر البنكرياس وتأخر لنا ظهور مرض السكر، مع اتباع نظام غذائي، ولو نقدر نمارس رياضة حتى لو المشي لمدة نص ساعة يوميا ده هيفيد حضرتك جدا، لكن حضرتك لسه مش مريضة سكر. طيب كلمة ما قبل الإصابة بالسكر دي كلمة مش قديمة يعني. يعني مصطلح كده حديث نوعا ما. تمام. ما قبل الإصابة بالسكر كانت كلمة بتخض ناس كتير قبل كده، ولكن لما فكرنا فيها يعني واحدة لما فكرت فيها قلت طب لا دي حاجة حلوة على فكرة، يعني بالظبط ان انا بعرف ان انا احتمال يجي لي سكر. فبالظبط فاقدر اخلي بالي، الجأ للطبيب، اتبع نظام غذائي، امارس رياضة، اخلي بالي من اكلي الفاست فود حقيقي دي هتخليني اخد بالي من حاجات كتير قوي في حياتي بعملها بالزبط. ممكن تكون غلط وممكن ان انا اصلحها بالظبط. ولكن السؤال هنا بقى يا دكتور، ما قبل الاصابه بالسكر هل هي مرحله اقدر فيها ان انا ارجع لورا وما تقدمش في المرض او ما يعني ما يجيليش سكر؟ سؤالك حلو جدا يا استاذه هاني، سؤالك حلو جدا، لان هي دي المرحله اللي ينفع فيها اريفرس او اعكس العيان ان هو يبقى ما عندوش سكر ويرجع تاني ما عندوش حتى يعني رجع لمرحله مش ما قبل السكر، رجع لمرحله ان هو ما عندوش احتمال ان هو يجي له سكر. هو ده احسن وقت المريض يقدر يكشف فيه ويتابع فيه مع الدكتور عشان نقدر نرجع بالمرحله دي او نريفرس المرحله دي، ودي بتبقى اسهل مرحله في العلاج. ليه؟ ما بيبقاش فيها ادويه كتير، ممكن يبقى فيها دواء واحد وساعات ما بيبقاش فيها دواء بس، بيبقى نظام غذائي فقط لا غير. وساعتها ممكن مع بعض النظام الغذائي وتقليل الوزن، عارف حضرتك 5% من الوزن بس هيخلي العيان رجع تاني لانسان طبيعي مش في مرحله ما قبل السكر. 5% ده رقم مش كبير، ده لو عيان وزنه 100 كيلو وفي مرحله ما قبل السكر، لو نزلته 95 كيلو مش هيبقى في مرحله ما قبل السكر. ف 5% دي سهله جدا، سهله جدا عن طريق شويه بس اراده ومع ظبطه اكل، مع نص ساعه مشي كل يوم، مع حبايه دواء، يرجع تاني العيان كانه ما خلاص رجع تاني طبيعي، ما بقاش في مرحله ما قبل السكر. فدي احسن مرحله نقدر فيها نساعد المريض ان هو ما يجيلوش سكر. طيب الكلام ده بقى ليك يا مدام ناهد، يعني لو احنا خوفناكي وقلنا لك انت في مرحله ما قبل الاصابه بالسكر، لا ما هو ما قبل الاصابه بالسكر ده انذار. بالظبط. ممكن ترجعي بقى ان انت مش هيجيلك سكر خالص لو اتبعتي
اللي هنقوله بقى دلوقتي. بالظبط. خلينا نقول يا دكتور للناس دلوقتي اللي في مرحله ما قبل الاصابه وعندها تاريخ وراثي، اب مصاب بالسكر او ام كانت مصابه بالسكر، وخايفين ان الوراثه تلعب دورها ويجي لهم سكر. نعمل ايه؟ ازاي نتجنب او نريفرس او نعكس المريض ده ان هو يرجع انسان طبيعي تاني؟ اول حاجه مش هنقول النظام الغذائي اللي هو يخلي المريض يبقى مش طايق نفسه وعلى طول حاسس انه جعان وربع رغيف ومحروم والكلام ده. احنا بنحاول ان احنا نتجنب السكريات سريعة الامتصاص، السكريات سريعة الامتصاص زي العصاير والشوكولاتات، بنتجنب الاكل الغير صحي، وده مش يعني مش حاجة مثلا حلوة انا بحرم العيان منها. الاكل الفاست فود والاكل التيكاوي نقدر نستغنى عنه وناكل الاكل اللي في البيت. بالعكس كمان هيبقى صحي اكتر واوفر لنا. الحاجة التانية المهمة ان احنا نصلح المفاهيم الخاطئة. المريض دايما يقول لي ايه اصل انا بشرب العصير في البيت، اصل انا بعصره فريش ما هو برضه سكر، اصل انا ما بحطش السكر عليه ما هو برضه سكر، اصل انا بشرب العصير الخالي من السكر اللي بجيبه جاهز ومكتوب عليه خالي من السكر ما هو برضه في سكر، في سكر لان هو فاكهة والفاكهة فيها سكر. طب نتجنب ده بايه؟ ان احنا نستخدم الفاكهة الفريش، ما نزيدش عن ثمرتين في اليوم، 15 جرام نشوي، واخد الفاكهه في صورتها الطبيعيه ما بلاش عصير. بالظبط بلاش عصير. انا عشان اعمل مثلا كوبايه عصير برتقال محتاج اعصر 4 أو 5 برتقانات عشان اشرب كوبايه عصير، فانا اخدت السكر الموجود في 4 أو 5 برتقانات. بالظبط. في حين ان انا المتاح ليا ان انا استخدم ثمرتين فاكهه في اليوم بحد اقصى علشان اتجنب السكر انه يعلى في جسمي. والثمرتين دول بيبقوا ثمره مثلا ما بين الفطار والغدا وثمره ما بين الغدا والعشاء. الحاجه الثانيه المهمه برضو ان احنا نحاول نتجنب الدقيق الابيض بقدر الامكان، زي العيش الفينو والعيش الشامي او السوري. نخلينا اكتر في العيش الاسمر اللي هو البلدي بتاعنا. هو والناس برضو بتفتكر ان العيش السن احسن، هو لا، هو زيه زي الاسمر بالظبط، مفيش اي فرق. فاحنا نتجنب العيش او الدقيق الابيض، نتجنب المعجنات والمخبوزات، نتجنب العصاير والسكريات سريعه الامتصاص، ونحاول ان احنا ناكل الفاكهه فريش في صورتها الطبيعيه، والاكثار من شرب الميه والخضروات الفريش. السلطه مهمه جدا لان هي ما بتعليش السكر، وفي نفس الوقت بتدي احساس كويس جدا بالشبع، وبتدي احتياجك من الفيتامينات والمعادن اللي جسمك محتاجها على مدار اليوم. ونحاول بس ان احنا نقلل النشويات شويه، اللي هي الرز والمكرونه والكشري والمحشي. مش بنمنع، بطلنا نمنع العيان من اي حاجه، بس بندي كميات قليله، بندي جنبها اذا كان في بروتين وطبق السلطه، فبحيث ان العيان يبقى هو كل اللي نفسه فيه وشبع وسكره معلش. يا اميره، الو يا اميره. طيب دكتور انا عايزه اتكلم في المضاعفات. تمام. وكنت مأجله المضاعفات دي يعني للجزء الاخير من الحلقه، لانه يعني كلام الناس مش بتحب تسمعه قوي، ولكن هي مهم تسمعه.